رئيس وزراء لبنان السابق، هكذا وصفت وكالة الأنباء السعودية سعد الحريري الذي استقبل من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض. استقبال الملك ومسؤولين سعوديين لسعد الحريري يأتي يومين بعد إعلان الحريري استقالته من الرياض واتهامته لحزب الله اللبناني بالتآمر ضد العالم العربي. استقالة الحريري أحدثت مفاجأة كبيرة.